أول محطاتنا عفاف اليوم رح نروح فيها لأبو الفنون. لقب بأبو الفنون لأنه استطاع أن يشمل كل أنواع الفن على خشبته، إنه المسرح. طبعاً من أيام قليلة ب 27 آذار تحديداً احتفل العالم بيوم المسرح العالمي، وسوريا كانت جزء من هاي الاحتفالية. أكيد، ودائماً نحن بنلاقي إنه المسرح بيعطي هو القوة للشخص، يعني بيجي تواجده مع الجمهور بشكل مباشر، ممنوع الغلط وممنوع التنفس، لهيك بيستاهل إنه نعمل له أكيد يوم عالمي للمسرح يلي صار ب 27 آذار. رح نعرف سبب تسمية هذا اليوم وليش وشو أهدافه، وهل المسرح بيرتبط بفنون أخرى؟ أكيد رح نتعرف اليوم سوا مع الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ جوان جان. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ. صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ جوان. خلينا بالبداية نحكي أكثر عن يوم المسرح العالمي. بنعرف أنه هذا اليوم تحتفل فيه شعوب العالم أو الفنانين بشكل عام المسرحيين، ولسوريا دائما احتفالياتها الخاصة. بداية نحكي عن اليوم وبعدها ندخل بما يخص سوريا. طبعا هو اليوم العالمي للمسرح أو ما يسمى بعيد المسرح العالمي، تم إنشاؤه وتأسيسه في بداية الستينيات من القرن الماضي، عندما قررت الهيئة الدولية للمسرح تخصيص يوم في العام على صعيد العالم للاحتفال بهذا الفن، فن المسرح. وطبعا هي مناسبة تكون لإعادة إحياء هذا الفن، خاصة في ظل ما يقال عن تراجعه وانحساره مع تطور وسائل التواصل الأخرى، من تلفزيون، من سينما، من إنترنت إلى آخره. يأتي يوم 27 من آذار من كل عام لتذكير الناس وتذكير أيضا المسرحيين بأن هذا الفن ما زال على قيد الحياة وما زال قادرا على أن يعطي المزيد والمزيد. خبرنا أستاذ جوان عن يوم المسرح العالمي، كيف تم الاحتفال فيه ب 27 آذار وشو بيعني لإلكم هذا اليوم أنتم كمسرحيين؟ طبعا رغم أن يعني أجواء رمضان هي المسيطرة، إلا أن المسرحيين يعني صمموا وقرروا أن يحتفلوا هذا العام كما في الأعوام السابقة. كان هناك عدد من العروض المسرحية في دمشق والمحافظات. على سبيل المثال في دمشق تمت استضافة عمل مسرحي من اللاذقية عنوانه ليته كان كابوسا للمخرجة رغداء جديد. أيضا قدمت أعمال في عدد من المحافظات السورية، في الحسكة واللاذقية والسويداء ودرعا، وكان أيضا هناك محاضرة عن المسرح في مدينة حمص للفنان المسرحي تمام العواني. أستاذ جوان، يعني دائما بكل سنة وتحديدا بهذا التاريخ بنذكر هيك بعض المقتطفات من الأعمال اللي فينا نسميها بالأعمال الخالدة، أعمال اللي كانت القديمة جدا اللي اشتهرت فيها سوريا، وبالأخص مسرحيات المغوط، مسرحيات الفنان كبير دريد لحام وغيرها من المسرحيات. خلينا نقول، هل ممكن نشهد إعادة إحياء بعض هي الأعمال برؤية فنية وطريقة جديدة؟ هل تم التفكير بهيك شيء؟ حسب معلوماتي تم إحياء هذه الأعمال، أعمال محمد مغوط ودريد لحام، قبل سنوات في مدينة حلب عن طريق الفنان الراحل عمر حجه، وأيضا هي قابلة يعني في السنوات القادمة لأن يعاد تجسيدها، خاصة وأن مضامينها يعني مناسبة لكل زمان ومكان. خبرنا أستاذ جوان اليوم، شو هي أهم التطورات اللي بترتبط بالمسرح اليوم وبيكون يعني بتساعد بتطوره كمان؟ هي تطورات تقنية، يعني هناك على صعيد المسرح العالمي استفادة واسعة من التطور التقني، مثلا على صعيد إدخال بعض المؤثرات الصوتية، بعض المؤثرات البصرية، إنزال مطر على سبيل المثال، مسارح متحركة، حتى ممكن أن تكون صالة الجمهور لها نوع من الحركة. يعني هذا الأمر موجود في المسرح العالمي بشكل واسع. أستاذ جوان، خلينا نحكي شوي اليوم، إذا بنشوف على الساحة السورية فبنلاقي كل سنة عنا عمل أو عملين فقط من المسرح التمثيلي، ولكن عنا أعمال أكثر من هي المسرح الغنائي، المسرح الراقص وإلى ذلك. برأيك لأي درجة اليوم ما زال المسرح السوري عم بيقدم أعمال يعني تليق بتاريخه؟ يعني في الواقع سنويا هناك عشرات الأعمال الدرامية التي تقدم سواء في دمشق أو في المحافظات. يعني في المسرح القومي بدمشق هناك 6 أو 7 أعمال سنويا. أيضا هناك عروض لمشروع دعم مسرح الشباب، بالإضافة إلى عروض المعهد العالي للفنون
المسرحية، ونفس الشيء ينطبق على يعني معظم المحافظات التي فيها نشاط مسرحي لفرق المسرح القومي أو للفرق المسرحية الشابة. بنعرف أستاذ جوان أنه المسرح والمواجهة مع الجمهور تساعد ببناء الشخصية وبقوة الشخصية كمان، لهيك بيعملوها أكثر شيء كمان عند الأطفال وبالمدارس مثل ما تفضلت حضرتك. فمنتعودين من نحن وصغار نشارك بهي المسرحيات ومنكبر حسب كل حدا بنمي موهبته وبيضل مكفي بهذا المجال. قديه مهم اليوم نحن نساعد الأطفال حتى من عمر صغير لحتى يكبروا، يعني شو ما كان عمرهم قديه مهم نحن نساعدهم على خشبة المسرح، الظهور، نعطيهم بعض النصائح لهذا الموضوع. أنا يعني حسب ما أعلم أن المسرح المدرسي موجود، ربما يكون بشكل محدود يعني في بعض المدارس. أيضا عروض مسرح الطفل مستمرة بشكل دائم يعني على مدار العام في دمشق تحديدا. طبعا المسرح يعطي الطفل كما تفضلت الجرأة والثقة بالنفس، ويعني طريقة التعامل أيضا، تطوير طرق التعامل مع الناس، وهذا شيء ينمي في نفسه يعني الكثير من المهارات. ونحن نعرف يعني أن هناك الكثير من الفنانين المسرحيين المعروفين كانت بدايتهم في المسرح المدرسي والشبيبي والجامعي أيضا. أستاذ جوان، يعني اليوم حضرتك ناقد مسرحي ومتابع للحركة المسرحية في سوريا، برأيك بما إلى ما وصل إليه المسرح اليوم؟ طبعا المسرح دائما المسرحيون يدعون إلى يعني إلى التطوير، إلى تقدم هذا المسرح من خلال التوسع سواء على صعيد العروض أو على صعيد أماكن العرض المسرحي. يعني دمشق اليوم في الواقع تفتقر إلى أماكن العرض المسرحي، والمسرحيون دائما يطالبون بزيادة هذه الأماكن. دائما الشخص الإنسان اللي عنده عشق للمسرح بيكون في عنده طموحات أعلى من هيك، وفي ناس بتضل بتحب إنه ضل أنا بحب خشبة المسرح وما بدي. يعني أنا بداياتي ضليت 3 سنين بالمسرح، كان عشق وغرام بالنسبة لي وما كان عندي طموح أبدا إنه أترك خشبة المسرح. بس في أشخاص بيضلوا يطمحوا، شو هو الطموح يلي أعلى من خشبة المسرح؟ لوين ممكن يوصلون؟ أو آمال المسرحيين لوين ممكن توصل؟ طبعاً لا حدود لهذا الطموح. يعني الفنان المسرحي يبقى مخلصاً للمسرح، قد يعمل في التلفزيون، في السينما، في الإذاعة، لكن المسرح يبقى هو العشق الأساسي، خاصة إذا توفرت العوامل التي تساعد هذا الفنان على تقديم أعماله المسرحية بشكل دائم. يعني أستاذ جوان، دائماً المتابع للنقد بيقرأ لكتابات حضرتك، وأنت دائماً بتتناول مع يعني نقد بس مع بعض التفاؤل، دائماً عندك لهجة تفاؤلية بكتاباتك أنه رح نروح نحو الأفضل حتى لو كان في بعض المعوقات. اليوم يعتبر الجزء المادي هو جزء كبير من المعوقات اللي بيتعرض لها المسرحيين في سوريا، وهذا كلام يعني من خلال ضيوفنا الفنانين والمخرجين وبالذات ضمن حقل المسرح، بما أنه ما زال التقدير المالي اليوم للعمل المسرحي غير التقدير المالي للفنان بالعمل الدرامي، فلهيك بنشوف في هجرة شوي للمسرح، ابتعاد، لأنه أولاً العمل الدرامي ممكن يكون وقته أقل أو المشاهد منفصلة متقطعة، فممكن يعمل أكثر من عمل مع بعض، بينما المسرح يبدو يتفرغ ممكن 2 3 سنين حسب مدة عرض المسرحية. برأيك هل هذا الشيء اللي هو خفف شوي من شغف الأعمال المسرحية عنا بسوريا؟ طبعاً بالتأكيد، يعني هذا الموضوع قديم وليس موضوع جديد، يعني منذ سنوات طويلة والمسرحيون يتحدثون بهذا الموضوع، ويبدو يعني اختلاف جهة الإنتاج هي التي تؤثر على هذا الموضوع. يعني المسرح هو يعني تم تبنيه من قبل الدولة منذ العام 1960، وبالتالي ما يصرف عليه يختلف عما يصرفه القطاع الخاص على الأعمال التلفزيونية. في التلفزيون هناك مبدأ الربح والخسارة، يعني هناك شيء تجاري بالموضوع. المنتج إذا لم يضمن الربح المادي لعمله الفني التلفزيوني فلا يقدم عليه، بينما في المسرح موضوع الربح والخسارة غير مطروح، خاصة في المسرح المتبنى من قبل الدولة، المسرح القومي والفرق الرديفة للمسرح القومي. لذلك يعني دائما الحديث عن هذا الموضوع موجود، والحل برأيي إيجاد آلية جديدة ونظرة جديدة ذات بعد استراتيجي
لدور المسرح في المجتمع وما يمكن أن يقدمه لهذا المجتمع. اليوم أستاذ جوان، نصيحتك لكل ممثل مسرحي عنده شغف بالمسرح، عنده حب للمسرح، أكيد هذا الشيء يعني تعلقه بالمسرح شوي بحد من طموحاته، بياخد وقته بالبروفات بالعروض، فشوي بيلتهي عن حياته المهنية فينا نقول والاجتماعية كمان. شفنا هيك نقدم له النصائح لكل ممثل مسرحي اليوم. يعني أعتقد أن يعني فنانين يعني من خلال ممارستهم وخبرتهم أصبحوا يدركون ما هو الجيد بالنسبة لهم وما هو غير الجيد. المهم أن يبقى هذا الهاجس موجود، هذا الشغف للمسرح موجود رغم كل الصعوبات الموجودة، ويعني الجميع يتحدث عن هذه الصعوبات. هي ليست صعوبات مادية بالمناسبة فقط، هي صعوبات يعني من كل الأوجه، يعني على كافة الأصعدة. ولكن للمبتدئين أستاذ، للمبتدئين يلي لسه بداية الطريق أكيد رح يواجهوا كتير صعوبات. بالتأكيد يعني القراءة ضرورية، الثقافة العامة ضرورية، مخالطة أكبر عدد واسع من الشرائح الاجتماعية أمر ضروري من أجل اكتساب الخبرات التي لها علاقة بالنماذج الاجتماعية الموجودة. يعني الممثل المسرحي بالتحديد يجب أن يكون مختلطا بكل شرائح المجتمع حتى يستعيد هذه الشرائح أو النماذج منها عندما يجسد الأعمال أو الأدوار المسرحية. يعني اليوم أستاذ جوان، خلال السنوات الماضية سنوات الحرب، رغم كل هاي الظروف كنا عم نشوف المعهد العالي للفنون المسرحية كل عام طبعا بيعمل حفل أو مسرحية لخريجين الدفعة، عرض تخرج. الحقيقة ظهر كتير فنانين شباب من هاي العروض، وبعد سنوات قليلة انشهروا جدا. صحيح. كان المسرح هو البوابة لهم، بعدين خطفتهم شاشة التلفزيون بأعمال درامية، صار الناس تعرفون على شريحة أوسع. اليوم قديش بيأثر التكنولوجيا بالانتشار؟ يعني اليوم صرنا نسمع ممكن ينعرض عروض مسرحية بث مباشر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. اليوم صار في بعض الندوات والمؤتمرات وحتى بعض المهرجانات اللي بيصير فيها مشاركة عبر هاي التقنيات. صحيح. حتى لو مثلا ما كانوا قدرانين السوريين يحضروا المؤتمر خارجا، ولكن كان في بعض المشاركات شفناها. صحيح. عبر التقنيات. قد ايه هذا ضروري ومهم انه يدخل هذا النطاق؟ طبعا هذه الظاهرة تكارثت خاصة بعد مرض كورونا. صحيح. يعني بعد ظهور الكورونا في العالم ومن ضمنه العالم العربي، توقفت كل المهرجانات المسرحية، توقفت هذه اللقاءات، فكان البديل هو إقامة مهرجانات مسرحية عن طريق الإنترنت. أعتقد يعني أن المسرح يفقد الكثير من رونقه ويعني خصوصيته عندما يقدم بهذه الطريقة. طبعا هي كانت طريقة مؤقتة، يعني ريثما تعود الحركة إلى الحياة المسرحية العربية بشكل عام، وقد عادت يعني معظم المهرجانات المسرحية التي كانت موجودة قبل كورونا وتوقفت عادت اليوم، يعني بما فيها المهرجانات المسرحية السورية. يعني عندنا الآن في سوريا سنويا ما لا يقل عن 10 مهرجانات مسرحية فعالة ومتواجدة. خلينا نحكي عن المميز اللي كان خلال هذا العام من حصاد طبعا المسرح العربي السوري. طبعا كانت هناك مشاركات سورية في أكثر من محفل على صعيد المسرح العربي، شاركنا في تونس، شاركنا في مصر، شاركنا في العراق، في الأردن أيضا. على الصعيد المحلي كانت هناك مهرجانات مسرحية عديدة، مهرجان محمد الماغوط في محافظة حما، أيضا مهرجان المسرح الجامعي، استمرت عروض دعم مسرح الشباب في دمشق وفي بعض المحافظات مثل اللاذقية وحلب، طبعا بالإضافة إلى مهرجانات الأطفال السنوية، تظاهرة فرح الطفولة، وأيضا مهرجان مسرح الأطفال الذي يقام على مستوى كل المحافظات في العطلة الانتصافية. طبعا مستمرين بالمهرجانات والعروض، وعنا فضول نعرف شو آخر التحضيرات يلي عم تتم هلأ بالنسبة للمشاركات والعروض القادمة. حسب ما أعرف هناك تحضير لعودة مهرجان الصياف المسرحي. هذا المهرجان الذي يعني انطلق قبل حوالي 20 عاما وأقام 8 دورات منه وتوقف قبل الحرب على سوريا. الآن هن يعني مديرية المسارح والموسيقى تفكر بشكل جدي بإعادة هذا المهرجان، وهو سيعود يعني بعد حوالي 2 شهر سيعود هذا المهرجان، بالإضافة إلى أيضا المهرجانات الدورية التي تحدثنا عنها.
أستاذ جوان، اليوم دائما يعني نتحدث عن المسرح بأنه هو لفئة نخبوية، مع أنه هيك بنكون عم نظلمه. يعني اليوم في كتير مسرحيات كان جمهورها من الناس أكثر من الفئة اللي هنا فينا نقول النخبة، ولكن هذا بيعود يمكن للمادة أو النص المقدم مدى قربه من الناس. يمكن بسوريا تميزنا أنه في عنا كتير أعمال شعبوية كانت قريبة وظلت محفوظة بالذاكرة، بالرغم من أنه الكتاب اللي عملوها هنا كتاب لهم ثقل ووزن بالساحة النقدية أو خلينا نقول بالساحة الثقافية. اليوم قد ايه عم بتشوف هذا الشيء موجود حاليا؟ يعني هل النصوص اللي موجودة هي نصوص قريبة للناس أم نصوص نخبوية عم بتم إعادة فقط مسرحيات عالمية وروايات عالمية؟ طبعا يعني موضوع إقبال الجمهور على هذه النوعية من الأعمال موضوع نسبي. هناك أعمال بالفعل تجذب أعداد كبيرة من الجمهور، وهذا الأمر متعلق بطبيعة هذه الأعمال في حسب المواضيع التي تطرحها. يعني الجمهور بالعموم، جمهورنا السوري يبتعد عن الأعمال التي هي تبتعد عنه، يعني الأعمال ذات الطابع العبثي على سبيل المثال، الذي يعني الأعمال التي تعالج أفكار عامة، أفكار فلنقل ليست مرتبطة بالمكان ولا بالزمان، هذه الجمهور هذه الأعمال يبتعد عنها جمهورنا، ويقترب أيضا أكثر من الأعمال التي تحاكيه، التي تقدم معاناته ومشاكله، ولكن بطريقة فنية وليس بأسلوب مبتذل كما كان يفعل المسرح التجاري في مرحلة من المراحل. وجمهورنا ذواق اليوم ويعرف العمل المسرحي الجيد يستطيع أن يميزه عن العمل المسرحي السيء. لذلك تجدين أن يعني حتى على صعيد المحافظات عندما نحضر مهرجانات في المحافظات نرى أن هناك إقبال كبير جدا من الجمهور على العروض المسرحية، إلى درجة أنه يعني الجمهور يحضر على الواقف هذه الأعمال يعني. وطبعا يعني هناك العديد الآن من المحافظات التي أصبح فيها جمهور مسرحي مداوم على حضور الأعمال المسرحية. خلينا نوقف عند هاي النقطة أستاذ، إنه الأعمال الواقعية اللي بتلامس الواقع أكثر بتكون قريبة لقلوب الناس. يعني شفنا كتير خلال أزمة الحرب اللي صارنا 12 سنة صار في كتير عروض مسرحية بتلامس الواقع وبتحكي عن الواقع اللي عشناه. قديه مهم اليوم بتنصح إنه نحنا ندخل شوية طابع التفاؤلي أكثر من بعد؟ يعني نحن صرنا 12 سنة حرب تمام. وأزمات وكتير في حزن جواتنا وبواقعنا حتى، فنحن قديه مهم نحن اليوم ندخل البسمة والتفاؤل على هاي الأعمال، يعني ندخل فيها هيك شوية كوميدي. فهمت عليكي. طبعا يعني التفاؤل موجود ليس في المسرح فقط، ولكن في كل مناحي الحياة. هلا في المسرح الأعمال المسرحية التي تقدم فيها مسحة التفاؤل، ولكن أنا برأيي ينبغي هذه مسحة التفاؤل ألا تصل إلى مرحلة خداع الناس بأن تقول لهم أن كل شيء جيد وأن المستقبل زاهر إلى آخره. هناك مشاكل يجب أن يعالجها المسرح أو أن يساعد في معالجتها ويساعد في إيجاد الحلول لها. المشاهد قد يعني يشعر لساعة أو ساعة ونصف بالسعادة وبالراحة في الأعمال المفرطة في تفاؤلها، ولكن بعد أن يخرج من خشبة من صالة المسرح سيعرف أنه كان مخدوعا إلى حد ما. على العكس تماما، يجب أن يعني أن نضع المشاهد أمام الحقائق الموجودة على الأرض كي يكون له دور في إيجاد الحلول لها، لا أن يكون مخدوعا بحلول وهمية قد لا يكون عمرها أكثر من ساعة من الزمن. يعني بنفس الوقت يكون العمل كوميدي ترفيهي فكاهي، وبنفس الوقت يكون قريب من قلوب الناس. طبعا حتى الكوميديا هي أكثر قدرة من التراجيديا على يعني على النقد. ويعني بتاريخ المسرح السوري معظم المسرحيات ذات الطابع الكوميدي الساخر تماما هي كانت الأكثر تأثيرا والأكثر قدرة على كشف يعني على كشف بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون موجودة في حياتنا. أكيد. يعني اليوم هيك عم نحكي شوي عن واقع المسرح السوري باعتبار المسرح ما زال يعني له وجوده ومكانته ضمن كل أنواع الفنون الموجودة، وإن دائما بنقول ما بيستطيع فن يسرق ضوء فن آخر تمام. رح يضل مثل ما الإذاعة إلى مريدينا والصحف إلى مريدينا، أيضا التلفزيون له مريده، وحتى لو دخلت وسائل التواصل الاجتماعي لتحاول تاخذ يبقى للمسرح خصوصيته. اكيد يعني المسرح فن لا ينتهي، الفن الذي عمره يعني اليوم 2500 عام عمر المسرح، هذا يعني ان هذا الفن لن ينتهي.
حتى لو يعني ظهرت وسائل تواصل جديدة، يعني مثلا عندما ظهرت السينما قبل أكثر من 100 عام، قبل حوالي 120 عاما، الكل قالوا أن المسرح يندثر، المسرح ينتهي، ولكن المسرح تطور، وهناك عروض مسرحية استفادت حتى من تقنيات السينما. هناك العديد من العروض المسرحية أيضا عندنا في سوريا استخدمت الشاشة السينمائية من أجل يعني تعزيز الحالة الدرامية الموجودة في العمل المسرحي. أيضا عندما ظهرت الإذاعة نفس الشيء، قيل أن الإذاعة أخذت أو ستأخذ دور المسرح في الوقت الذي استفاد فيه المسرح السوري من العديد من الفنانين الإذاعيين، من الشخصيات التي يعني كانت تشكل حالة كاريكاتيرية أو نماذج نمطية من الشخصيات، استفاد منها المسرح فيما بعد في أعماله للجمهور. نعم، للأسف أستاذ خلص وقتنا معك ووصلنا لختام فقرتنا معك. بدنا نتشكر وجودك ويسعد صباحك مرة ثانية. صباح الخير، أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ جوان. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا.